السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تانية الترم التاني؟ ان شاء الله محاضرة النهاردة عن الاميونيتي مايكروبيولوجي ليكتشر 3. هنتكلم فيها عن ايه بإذن الرحمن؟ هنتكلم فيها على الاكوايرد اميونيتي. بس هي الاكوايرد اميونيتي بنيجي نعمل لها كلاسيفيكيشن او بنقسمها يا اما ليها علاقة بالهمورال او ليها علاقة بالسلم الدياتي. دي يعني ايه؟ وهنتكلم انتروداكشن بسيطة في الاول. ان شاء الله بإذن الله في المحاضرة بتاعت النهاردة هكون انتروداكشن على الاديتيف او الاكيوراتيف او اللهم صل عليك وسلم سبيسيفيك اميونيتي انتروداكشن بسيطة، وبعد كده هنعمل فيديو مخصوص للسرطان نبات السلم للأكوايرد واللي هي سوري الهمور اميونيتي او الهمور اديتيف او سبيسيفيك اميونيتي اللي علاقة بالانتي بودي والحاجات ديت، وفيديو كمان باذن الرحمن للسلم ديت بالسرطان نبات السلم. قبل ما نبدا احب نقول دعاء المذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكه المقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. هنعرف كذا حاجه. اول حاجه هي دي حاجه سبيسيفيك، يعني عندها ميموري سيل. يعني ميموري سيل يعني بتقدر تتعرف عليها. زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، دي الجيش اللي جوه مصر اللي مستعد لاي مثلا عدو معين لا قدر الله داخل يهاجم عليها او اي حد يروح يقضي عليه. هو مستعد لحاجه سبيسيفيك، ماشي، بحاجه ميموري. هو عارف التاريخ بتاعه كل حاجة. يبقى هو specific، هو memory، فيها memory cell. هو عبارة عن diversity. يعني diversity يعني هو متنوع، فيه تنوع رهيب جدا جدا. self و non-self recognition يعني ايه؟ يعني بالصوت انا بفهم، يا اما بيتعرف بنفسه على العدو بتاعه، يعني انت كحد تعرف لده عدو، او بيحتاج حد يساعده ان هو يتعرف بيه، ماشي. طيب السرطان النبات عرف ده الصيام، عندي حاجه اسمها انتيجين واميونوجين. ايه بقى الفرق بينهم؟ هنعرف دلوقتي. بس قبل ما نبدا نعرف دلوقتي، جايب لك جراف بيوضح لك التركيز بتاع الاميون جلوبين اي جي جي واي جي ام. زي ما انت شايف كده، في اول ريسبونس او البرايمري ريسبونس الاي جي جي بيبقى صغير جدا جدا، في السكند ريسبونس بيبقى عالي جدا 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 عشان يكون لك عندك ميموري سيل وهكذا. طيب السرطان النبات بسام الاي جي ام في التو ريسبونس بيبقى الاثنين بنفس الايه؟ نفس الكونسنتريشن، ما فيش حد اعلى من حد او اقل من ايه؟ من حد. طيب يبقى في السبيسيفيك بتبقى ليها ميموري سيل، بتبقى سبيسيفيك لانتيجين معين، بتبقى في دايفرستي، بقدر افرق بين السيلف والنون سيلف ريكوجنايزيشنز، ماشي. ايه بقى الانتيجين او الاميونوجلوبين؟ هل كمان كل الاميونوجلوبين عباره عن انتيجين ولا لا؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاميونوجلوبين دوت الديفينيشن بتاعه لو انت جيت شفته هتلاقي بيقول لك ايه؟ هي اني فروجين سبستانس اللي بتخش عندك جوه السيستم بتاعك تعمل لك ستيميوليشن سبيسيفيك اميون ريسبونس. حلو جدا جدا جدا. يعني اي عدو يخش جوه مصر لا قدر الله يعمل لك ستيميوليشن الجيش بتاعك، يلا اطلع، يلا اعمل قواتك، يلا نعمل ايه؟ حرب. طب ايه بقى الانتيجين؟ الانتيجين ده هاف الابيليتي تو كومبايند سبيسيفيك ويز انتي بودي برودوسد اور تي سيل سنسيتيف لينفوسايت اندوسد. يعني ايه؟ لا الانتي بودي ده، الانتيجين ده بقى بالسرطان بقى فاهم، بيروح للقائد بتاع مصر مثلا، بيروح للرئيس يستفزه ويلا تيك تقوم الحرب. يبقى الاميونوجلوبين ده عبيط، بيخش كده فيقعد يفتح عضلاته، ايوه عضلاته، ويقعد يضحك ويبين نفسه، فالاخر الجيش يقوم ايه؟ هاجم عليه. ده عبيط، بحاجه مش بيروح لحاجه سبيسيفيك معينه. اما الانتيجين لا، ده حاجه سبيسيفيك، يروح لسبيسيفيك انتي بودي، او يروح لسبيسيفيك، سواء يروح لوزير او سبيسيفيك سنسيتيف تي سيل وهكذا، يعمل لي ستيميليشن. يبقى بالسرطان النبات في سمك، هل كل بقى الانتي بودي هي الانتيجين؟ سوري، هل كل الانتيجينز از اميونوجلوبين؟ لا، كل الاميونوجلوبين انتي جين. ليه؟ عشان كل الاميونوجلوبين بتعمل لك ستيميليشن للاميون سيستم. طيب السرطان النبات في سمك، هل كل بقى الانتيجين، ماشي، هل كل الانتيجين ار اميونوجلوبين؟ لا طبعا. اوكي، يبقى زي ما انت شايف كده بقول لك الاميونوجلوبين بقى ان سبيسيفيك، تخش تعمل لك ستيميوليشن للاميون رياكشن او الاميون ريسبتورز، سواء بقى عن طريق هيمورال زي الانتي بودي والحاجات ديت، يا اما عن طريق الايه؟ السيلولار. او زي ما انت شايف قال لك الانتيجين هي عباره عن ايه؟ اي سبب تعمل لك ريكوجنايزنج، سواء بي ال بي بالسرطان نبات السلام، بي التي سيل، او الايه؟ او الانتي بودي. يعني الانتيجين بيخش على طول على الانتي بودي والتي سيل. طب الاميونوجين لا، ده بيخش على اي حاجه. لذلك كل الاميونوجين ما ينفعش، كل الاميونوجين ار انتيجينز، ماشي، اما ما ينفعش الانتيجين تبقى اميونو ايه؟ جين. طيب ايه بقى الهيباتين؟ دي شويه حاجات كده للاسف حفظ، بس بنحاول ايه نفهمها مع بعض ونحفظها، بس خير.
طيب ايه بقى الهيباتنز ديت؟ هي عباره عن انكمبليت انتيجين، يعني انتيجين وهو داخل مش بقى كبير، يعني مش حاجه ليها له مولكيولار ويت خالص، حاجه صغننه جدا جدا جدا. يبقى انكمبليت انتيجين اسمه مولكيول له مولكيولار ويت اوف الانتيجين، بيعمل لك ما بيدكش اي ستيميوليشن. طب عشان يديك ستيميوليشن يستخدم كارير، يعني ايه؟ يعني واحد صغير خالص، الطفل الصغير يا عيني لما يكون مثلا ماشي وكده، ده بيستهتر نبله في ما وينفع يمشي، تلاقي طفل صغير مثلا عمره سنتين ثلاثه مثلا ماشي في الشارع مع نفسه، لا تلاقي بابا مامته اخوه اخته مش عارف ايه وكده، نفس الفكره بالظبط. الهيبتن ده افتكره زي الطفل الصغير، مجرد ما يمشي في الشارع مش هيأذي حد، مجرد بقى ما يكون مع ماما وبابا بقى يكون ايه، شيطان بمعنى اصح، ايه يعني يكون شاي قوي وعمال يتحرك ويجري ويعمل شقاوه وهكذا. ماشي، يبقى ده اسمه الموليكولار ويت، ما عندوش اي ستيميوليشن خالص للاميون سيستم، ولكن لما نحط عليه كارير بقى زي ماما او بابا، سواء بقى هنا بولي بيبتايد او بولي ساكرايت، يعمل لك ستيميوليشن للاميون سيستم. يبقى بقول لك الاول انتيجين اول اميونوجين ار انتيجين، ولكن نوت فايس فيرسا، زي بالصوت انا بسام زي الدراج ار بنسلين، الحاجات ديت اللي ليها علاقه بالهيباتنز. اوكي طيب، ده شكل الهيباتين لما بكون لوحدها كده نو اكشن، لما نحطها مع كارير كده يديك اكشن ويديك ايه الافكت ويديك انديوز للاميونيتي. ده بالظبط نفس الكلام، شكل الهيباتين مع كارير سواء بولي ساكرايت او بولي بيبتايد، هيكون مع سواء بقى ماسك مع انتي بودي او كارير او الحاجات ديت، ده بالظبط نفسها بيعمل لك كومبلكس ويديك الايه الافكت عندك. البكتيريا الانتيجين عندك كذا تايب اوف انتيجين، يعني ايه؟ ايه انواع الانتيجين اللي ممكن تعمل لك انفكشن وهكذا؟ عندك بكتيريال، عندك فيرال، عندك بالسرطان نبع اللي يفضل صيام، عندك هيومن تيشيو انتيجين، عندك كذا انتيجين موجود عندك. اول حاجه عندي البكتيريا، البكتيريا الانتيجين بتاعتي اللي هي الحاجات اللي ممكن تعمل لك ستيميوليشن للاميون سيستم، عندي حاجتين، يا اما تكون سوليبل يا اما ان سوليب او سيلولار، يعني بتكون موجوده جوه الخليه. الحاجات السوليبل زي ايه؟ زي الاكس توكسينز والانزيم، الاكس توكسينز دي اتكلمنا عليها في اول محاضره خالص، طلع لك شويه انزيم وهكذا. طب السيلولر زي الاتش انتيجين الموجود في الفلاجيلا، والفلاجيلا ده اتكلمنا عليه في الميكروبيولوجي. والسلطه نفس السلامة زي الاو زي اللي موجود في السوماتيك، والبادي انتيجين زي الكيس سبستانس اللي هو اللي موجود على السيرفيس بتاع الاشيريشيا كولاي، الفي اي اللي هو ليه علاقه بالفيرولنس سيرفيس بتاعه الاس اي تيفلس. الفيرال بقى بالسلطه انا بنفسي، يا اما يكون سوليبل انتيجين حاجه سوليبل، يا اما يكون كوتد فيرال انتيجين، يعني يكون متغطي بايه بالبروتين. طب الهيومن انتيجين، ما انت جوه الجسم بتاعك فيه هيومن انتيجين زي البلاد جروب. طب ازاي واحد يقول لي انتيجين؟ يعني انت دلوقتي جوه التيشيو بتاعك الخلايا هتخرج من نفسها؟ هقول لك لا، انت دلوقتي الهيومن انتيجين زي ايه؟ عارفين عمليه البلاد ترانسبورت اللي هي تنقل عمليه الدم مثلا من A ل B وال B ل C والحوارات دي، من اسفه من A ل B ومن B ل A وهكذا، ده بيعمل لك كواجوليشنز وبيعمل لك تكتل. فمعنى كده بالصوت نفسها ما ينفعش انقل من A ل B مثلا، لازم من A ل A او من B ل B او هكذا. فلذلك بنعتبر البلاد جروب اللي انت تعملها ترانسبورت للدونر او الريسبتور سوري بالصوت نفسها بتعتبرها از اي انتيجين. وعندك باستول برضه زي الهيستو كومباتبلتي انتيجينز اللي هو الام اتش سي. ايه الام اتش سي؟ الام اتش سي ده افتكرها لحد ما نوصل باذن الرحمن اللهم صل على سيدنا للهومورال اميونيتي والحاجات ديت، ان دي البطاقه، دي زي بصمة الصباع، كل خلية ليها ام اتش سي، انت جسمك ذات نفسك عندك كل خلية فيها ام ليها ام اتش سي. على حسب الام اتش سي ده بالظبط انا بسميه بطاقة، والله وريني انت ام اتش سي بتاعت الخلية بتاعتي، يلا مش ههاجمك، انت ام اتش سي خلايا بالظبط انا سلام شكلك غريب او مختلفة او ما حاملة بطاقة مزورة وبايظة، يلا تشيك اقضوا عليها، ماشي. او الاتش ال ايه؟ ايه زي مثلا زي جلايكو بروتين، هي عباره عن جلايكو بروتين بيكون موجوده عندي على الممبرين اوف الايه التيشيو. طيب ايه بقى الميجور انتيجين ذات كوز كرافت ريجكشن؟ يعني ايه بقى حته الهيستو كومباتبيلتي دي بالظبط؟ احنا عارفين عمليه الترانسبورت للاورجن، عمليه نقل الاعضاء، هي دي عمليه نقل الاعضاء بتعمل ايه؟ بتنقل من عضو لعضو. طب ما دي عباره عن انتيجين عباره عن ام اتش سي مختلفه، طب ما دي هتعمل لك مشكله، فالجسم مش متعود عليها فيقوم هيعمل ايه؟ هاجمها، سواء بقى عن طريق الانتي بودي او عن طريق التيشيو او الهيستو كومباتبيلتي انتيجينز. خلاص اسمه ميجور هيستو كومباتبيلتي جين كومبلكس، بيكون موجود على الكروموسوم رقم 6، ده الكروموسوم رقم 6 هو بيصنع لي الام اتش سي الموجوده لكل خليه وتروح. عندي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، عندي عايزه اقولها لك ديت اللي هي ايه؟ عندك تو تايب اوف ام اتش سي، عندك ام اتش سي 1 وعندك ام اتش سي 2، الاثنين بيطلعوا من كروموسوم رقم 6، جين رقم كروموسوم رقم 6. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الميجور ام اتش سي 1 اللي هو الهيستو كومباتبيلتي سيلت، ده بيكون موجود في كل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم النيوكليوتيدد. يعني ايه النيوكليوتيدد؟ نيوكليوتيدد يعني عندها نيوكليس. طب مين يا شاطر اللي في جسمك الوحيده اللي مش نيوكليوتيدد خليه ومش نيوكليوتيدد؟ الار بي سي. بمعنى كده ام اتش 1 ديت ام اتش سي 1 ده مش هيكون في النيوكليوتيدد،
مش هيكون موجود في النيوكليتيد زي الار بي سي. طيب السرطان النبوي عليه السلام الاثنين دي بقى بتكون موجوده انتيجين ريبريزنتنج سيل ليها علاقه بالفاجوسايتوزس، ليها علاقه بالفاجوسايتوزس في الخلايا الفاجوسايتوزس سواء بقى زي الماكروفاج زي النيتروفيل وهكذا. دي بالسرطان سيلز في الاي بي سي اس، يعني الاي بي سي اس اللي هو عباره عن انتيجين بريزنتنج بريزنتنج سيل ماشي، زي التي سيل والحاجات دي بالسرطان النبوي عليه السلام بيبقى زي سوري زي الفاجوسايتس والنيوتروفيل وهكذا، اتفقنا؟ طيب ايه بقى كايند اوف سبيشيز اوف الانتيجين، ايه انواع الانتيجين اللي ممكن تكون عندك، ايه الحاجات اللي ممكن تهاجمك عندك؟ عندي كذا حاجه، يا اما اوتو انتيجين يا اما سايجينيك انتيجين يا اما اولو انتيجين يا اما هيتيرو انتيجين. ايه الكلام دوت؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك الاوتو انتيجين يعني انت دلوقتي خدت مثلا من عضو لنفس العضو، يعني انت مثلا خدت حته من عضوك مثلا من الليفر حطيته وعملت له زراعه في نفس الحته مثلا، او خدت مثلا حته عارفين مثلا بالسطر من رباط نقلته من مكان لمكان جوه جسمك، هو نفس الحاجه، فده بيبقى عباره عن سيلف انتيجين ممكن الجسم المناعي يهاجم عليه، لان هو عارف ان المكان دوت المفروض يكون مثلا ام اتش سي واحد موجود، فلقاه مثلا ام اتش سي حاجه ثانيه مختلفه خلاص. فبالسطر نفسها اسمه الاوتو انتيجين، ده بيكون سيلف سيلف انتيجين. سيلف انتيجين يعني ايه؟ يعني في نفس الاورجان نفس كل حاجه، نفس التيشيو نفس الهيومن نفس كل حاجه. طب ساين من اسمها كده ساين جينيك، يبقى ليها علاقه بالايدنتيكال توينز، انت لو اخوك التوام بتاخد من اخوك التوام وتاخد ليك او العكس تدي وهكذا، دي بالصوره نفسها بتبقى اسمها ساين جينيك انتيجين، ممكن برضه تحفز لك المناعه وتعمل لك هجوم عليك. طيب الالو انتيجين او الايزو انتيجين، دي بالصوره النبي نفسها بتكون الانتيجين جينيتك ديفرنت ان ميمبرين سيم سبيسيز، يعني ايه؟ يعني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت من اخوك مثلا منك انت قصدي صاحبك منك انت لابن عمك لابن خالتك لابن مش عارف ايه، انت من حد بس نفس السبيشيز، ما ينفعش تاخد من قطه ليك مثلا او منك لقطه ماشي، ما ينفعش. فالالو او الايزو انتيجين ده بالصيغه نفسها بيكون ليه نفس الايه نفس الممبر، يعني نفس السبيشيز ديفرنت ممبر من اشخاص لاشخاص مختلفه، وبس لكن سيم سبيشيز زي البلاد جروب مثلا اللي يحصل كومباتيبلتي يعمل لك يوفقوا لك بحيث ان هو يحصل لك كومباتيبلتي وهكذا، او التيشيو زرعة الأعضاء وهكذا. الهيتيرو دي بقى أو الزينو جينيك دي لها علاقة في ديفرنت سبيشيز من قطة لكلب من كلب لحمار وهكذا. إيه بقى الريكوايرمنت فور الأنتيجينستي أو الإميونوجينستي؟ اتفقنا خلاص مش كل الأنتيجين أر إميون ولكن كل الإميون أر أنتيجين. طيب أول حاجة بالصيغة نفسها من الجنرال بروبرتيز كذا حاجة. اول حاجه بالسرطان النبوي عليه السلام اللي هو بيبقى عباره عن فروجين، يعني ايه فروجين؟ يعني دلوقتي الجهاز المناعي مش هيشتغل بالتعاون ضدها خالص. يعني ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت دلوقتي الحاجات اللي بتاثر عندك على المناعه، امتى المناعه يهجمك ما يهجمش عليك وهكذا. اول حاجه قال لك الفروجينست، يعني ايه فروجينست؟ الجهاز المناعي علشان يهجم عليك او عشان يهجم عامه او يشتغل يحصل ستيميليشن، عندك اوبشن من اوبشنين، يا اما يكون سيلف يا اما يكون نون سيلف. يعني ايه سيلف ونون سيلف؟ يعني الجهاز المناعي والله تلاقي ناس عندها اوتو اميون يعني اوتو اميون يعني عندها اوتو اميون ديزيز، يعني الجهاز المناعي بيهاجم نفسه، الجيش عارف ما الجيش يفترق ويقعدوا يقتلوا في بعض، هي نفس الفكره بالظبط ربنا يعافينا. فانت ده الجسم الجهاز المناعي قلب ضدك وقعد يمدد فيك ويقتل فيك، فده بالصيغه النبويه بيكون توليرانس، وده بالصيغه النبويه بيبقى اوتو اميون ديزيز، ودوت ما ينفعش اللهم صل عليك يا سلام مش بيشتغلوا مع بعض، وده بيبقى وحش، وده بيكون في حاجات يعني ليه علاقه بمرض. طب ايه بقى النون سيلف دوت؟ لما يكون عندك سبستانس جسمك دخلت جوه جسمك وجسمك مش متعرف عليها، هيبدا بقى هو يهاجم عليها ويقضي عليها، يبقى الاميون سيستم از نورمال توليرانس، يعني نو ريسبونس تو سيلف انتيجين. يعني ايه؟ يعني بالصيغه نفسها الاميون ما بتهاجمش نفسك في حاجه لا طبيعيه. الرياكشن اوف سيلف انتيجين اسمها اوتو اميون اي ديزيز، لو هو بقى هاجم نفسك عمل لك اوتو اميون ديزيز. تاني فاكتور عندي بيأثر لك على الاميونوجينيستي او اللي وصل لك نفسها من الانتيجينيستي هو الموليكولار سايد، السمول سايز الامينو اسيد والموليكيول والحاجات ديت، يبقى بالصيغه نفسها بتحفزها، يبقى لابد عشان الحاجه يكون يعني مثلا موليكيول دخل عندك زي الهابتنز دوت، الهابتنز ديت مش احنا قلنا هي سمول موليكيول، قلنا ما بتعملش ستيميوليشن للاميونيتي بتاعتك، فعشان كده لازم الموليكولار سايد يكون كبير اكتر من 500000 من 5000 ل 10000، بيكون الوزن الموليكولار ويت بتاعها كبير قوي عشان تقدر تعمل لك ستيميوليشن. طب لو هو سمول مش هيقدر يعمل لك ايمونوجينست، يبقى كيميكال بالصيغه نفسها من الميوليكولا ويت كل ما يزيد كل ما يزود لك الايه الاميونوجينيستي والجهاز المناعي يحصل له ستيميوليشن، طب لو هو قليل مش هيقدر يعمل لك اي ستيميوليشن. تالت حاجه عندي مين؟ الكيميكال ستراكشر. ايه حكايه الكيميكال ستراكشر دي بالصيغه النبويه عليه الصلاه والسلام؟
الكيميكال استراكشر ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن كل اللي علاقه بالكومبلكس. كل ما الكومبلكس تزيد كل ما الايميون سيستم تزيد. يبقى انت عندك مولكيولر ويت بيزود لك المناعه، عندك الكومبلكس اللي هو الاستراكشر لما يكون اكثر تعقيدا يبقى يزود لك المناعه. بالسرطان نبات سام كل ما السبستانس تكون مختلفه عن جسمك تزود لك المناعه. بيقول لك هنا بقى بالسرطان نبات سام ايه بقى ليه علاقه بالكومبلكس وكده. البروتين وسام بولي ساكرايت بتبقى عباره عن كبسول ار جود اميونوجينز اند ليبيد اند ار نون اور ويك اميونوجين انليس كومبايند ويز بروتين اند بولي ساكرايت. يعني ايه؟ لقوا الليبيدز او سوري البروتين والبولي ساكرايت عباره عن حاجه الاستراكشر بتاعها كومبلكس وكبيره ومكرلصه وقلبوزه وفيها كبسول بولي ساكرايت والحوارات دي. دي بالسرطان نبات سام اول حاجه كويسه جدا 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 انها تعمل لك ستيميوليشن للاميونوجين. ماشي، تعمل لك ستيميوليشن للاميون بتاعتك وهكذا. لقوا الليبيد بقى مش حاجه كويسه لان هي مش كومبلكس وهي مش بتقدر تعمل لك اي تحفيز للمناعه، ما تقدرش تعمل لك اي تحفيز للمناعه لو هي لوحدها، لازم تكون مع بروتين او بولي ساكرايت. طيب السرطان نبات سام ايه كمان؟ رابع حاجه نوت ايزلي اكسكريتد فروم بودي. يعني ايه؟ يعني مش من السهل انها تطلع من الجسم. يعني ايه؟ صلى على النبي سام يعني تفضل جوه جسمك كتير. حلو جدا. طب زي مين؟ زي حاجه اسمها الادجفنت. يعني ايه الادجفنت؟ الادجفنت ديت يعني حاجه تو هيلب او سبورت، هي سبستانس ميكسد ويز الانتيجين بفور ادمنستريشن ويل بي انكريز الاميونيتي ريسبونس تو انتيجين. يعني ايه الرغي دوت؟ انت دلوقتي بالسرطان نبات عرفت الصوت السلام بتجيب ماده، ماشي، بتجيب ماده تعمل لها ميكس او باسمها من اسمها كده از اد اد جيفانت. اد جيفانت يعني تو هيلب او سبورت. انت بقى بتجيب ماده تعملها ميكس مع الانتيجين تحط الاثنين مع بعض. لو انت مثلا عايز تعمل زي الفاكسينز زي السيروم الحاجات ديت قبل الادمنستريشن عشان تزود لك الاميون ريسبونس تو انتي انتيجين. زي مين؟ زي الالومنيوم هيدروكسيد. يبقى الانتيجين حاجه نون انتيجينيك سبستانس، حاجه مش انتيجينيك اصلا، ذات اكت تو كيب الانتيجين ان ذا تيشيو، بتخلي الانتيجين اللي عندك دوت جوه التيشيو فور ماتش لونجر بيريودز. يبقى بيزعلنا كده بيزود لك كميه، يخلي كميه اللهم صل عليك نبات سام كميه الانتيجين الموجوده جوه جسمك كتيره، يعني ما تقدرش تخلي الجسم يتخلص منها. طب لما اخليها كتيره يبقى معنى كده هزود الاميون ريسبونس. يعني تخيل كده العدو عندك موجود جوه مصر بمده كبيره جدا واحتلال ومش عارف ايه وكده، معنى كده انت هتزود الريسبونس، محتاج تزود الجيش وتزود الشرطه وتزود مش عارفه ايه وهكذا، فتعمل لك انهانس للايه؟ للانتيجينستي. طيب السرطان النبات نبات سام زي التوكسايد بتاع الدفتيريا مع الالومنيوم هيدروكسيد، هيديك البوت دوت ده بيزود لك المده بتاعت الانتيجين فيزود لك الاميونوجينز اللي لها علاقه بالريسبونس بتاع الاميون. خامس حاجه عندي بالسرطان النبات نبات سام الدوز الروت التايم اوف انتيجين ادمنستريشن. يعني ايه؟ يعني الجرعه بتاعت الانتيجين اللي انت واخدها قد ايه؟ الطريق بتاعها هتمشي من انهي طريق؟ التايم اللي بتقعد فيه جوه جسمك هتقعد قد ايه؟ كل الحاجات دي بتاثر عندي على الاميونوجينستي. فيري سمول لارج اور سمول دوز هيحصل لك توليرانس اند ان ريسبونس. يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت دلوقتي خدت كميه عاليه جدا 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 من الانتيجين، ماشي، خدت كميه عاليه دوزج عاليه جدا من الايه؟ من الانتيجين. هتديك توليرانس، الجسم هيعمل له تعاون ومش هيهاجمه ومش هيتعرف عليه ومش هيقدر يوصل له لان هو كميه عاليه جدا جدا، فمش هيكون فيه ريسبونس خالص اجنست الانتيجين دوت. طب كميه قليله قوي 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 تكاد كانها معدومه، فالجسم مش عارف يتعرف عليها فهيعمل توليرانس، فقيم الامور الوسط بمعنى اصح. ماشي، ايه بقى لي علاقه بالفريكوانسي؟ طبعا كل ما تاخد فريكوانسي كتير يبقى انت تزود الفريكوانسي دي اللي هي عدد الدوزج. يعني انت كل مثلا كل 6 ساعات تاخد مثلا او كل مثلا اسبوع بتاخد حقنه فاكسينز، معنى كده ببساطه ان بس بتزود الاميون عندي، ماشي، بتزود الاميون ريسبونس عندي. عندك الجينيتك كونستيتيوشنز اوف الهوست اللي هو الاتش ال اي، اللي عباره عن جينيتك كونستيتيوشنز اوف الهوست، دي عباره عن حاجات ليها علاقه بالانتيجينز، ودي بالسرطان نبات سام دي حاجات موجوده جوه الجسم بتاعتك، يعني انتيجين وكده سوري جينز جوه جسمك وكده بتعمل لك ديترمينيشن للريسبونس، بتاثر برضو على الريسبونس اجينست الايه؟ الانتيجين. يبقى بالسرطان نبات سام عندي خمس حاجات، ايه هما؟ اول حاجه عشان ازود الاميون ريسبونس عندي خمس حاجات، السبستانس تكون فوجنز سبستانس غريبه، تاني حاجه تبقى لهم موليكيولار سوري لارج موليكيولار سايز، تالت حاجه بالسرطان نبات سام تبقى الكومبلكس بتاعتها عاليه، رابع حاجه مش سهل ان يحصل لها اكسكريشن تفضل في جسم عندك مده اكبر، بعد كده الروت ادمنستريشن اند التايم بيأثر عندك موجود.
بعد كده بالسلطه النبي عليه الصلاه والسلام الانتيجينيك ديتيرمينيشن او الايبيتوب. ايه الايبيتوب دوت؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت دلوقتي عندك انتيجين هتلاقي عليه ريسبتور كده وعندك الانتي بودي بيجي يمسك فيه. قال لك والله الحته اللي الانتي بودي بيمسك فيها بنسميها ايبيتوب. اي بي يعني اباف وتوب يعني فوق، فهي اباف الانتيجين. طب والحته دي بنسميها بارا توب، يبقى الحته اللي موجوده في الانتي بودي بنسميها بارا توب، اما الحته اللي موجوده في الانتيجين اسمها ايبيتوب. يبقى هي عباره عن ايه الايبيتوب ديت؟ هي عباره عن سمول موليكولار جروب بيكون موجود على الانتيجين سبيسيفيكلي رياكشن ويز انتي بودي، وهي لازم تتفاعل مع انتي بودي بس او تي سيل ريسبتور او تي سيل بس ريسبتور. بتبقى الامينو اسيد بتاعتها من 4 لـ7 امينو اسيد، وبتبقى ممكن تبقى مونو ساكارايد ريسيديو. يبقى الايبيتوب دي ليها علاقه بالسبيسيفيك اوف الايه بالسلطه النبيله في الانتيجين. زي ما انت شايف كده الاستراكشر عباره عن كل دي ايبيتوب ايبيتوب ايبيتوب، ودي الحته اللي ماسكه فيها الانتي بودي اسمها باراتوب. ايه حكايه بقى كروس رياكشن انتي بودي؟ يعني تو ان ريليتد انتيجين، ماشي اتنين بص دي اسمها كروس رياكتنج انتيجين. يعني ايه بقى انتي بودي؟ سوري دي بالصوت النبي عليه الصلاه. انت تخيل دلوقتي، تخيل انت دلوقتي عندك اتنين انتيجين اهوت ماشي، سبستانس غريبه هيتيروفاليك انتيجين. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي عليه الصلاه، عندهم نفس الانتيجينك ديتيرمنت ماشي، ذات سو سيميلر ذات سو بايندز اوف ذا سيم انتي بودي، عندهم نفس الايبيتوب بايولوجيك كده هيجي يمسكوا في نفس الانتي بودي، فبنسميها كروس رياكتنج انتي بودي. يبقى يعني ايه كروس رياكتنج انتي بودي؟ يعني الانتي بودي بتتفاعل مع اتنين ديفرنت انتيجين، صحيح هما اتنين ديفرنت عن بعض ولكن عندهم نفس الايبيتوب فلذلك بتتفاعل معاهم. يبقى هي عباره عن اتنين انتيجين مش ريليتد لبعض، مثلا واحد بيديك يعمل لك ملاريا، واحد يعمل لك مثلا فيفر، اي حاجه يعني اي انتيجين بيعمل لك ستيميوليشن للاميونيتي، ولكن هما مختلفين تماما عن بعض ولكن عندهم نفس الايبيتوب فلذلك بيتفاعلوا مع نفس الانتي بودي. طيب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي عندنا الاكوايا اميونيتي خلاص اتفقنا اللي هي عباره عن هيمور وعباره عن سيلولر. هنتكلم بقى في حاجه عباره عن برضه اكتف وباسيف. يعني ايه اكتف وباسيف؟ اكتف يعني انا نشطت المناعه، يعني انا خليت المناعه ذات نفسي هي اللي تكونها. يعني ايه بقى كلمه باسيف؟ باسيف يعني انا ايه مش نشطاه، يعني حاجه كسلانه حاجه خامله. طب انت امتى تنشط المناعه؟ عندك حاجتين، يا اما يكون ناتشرال تنشيط طبيعي، يا اما يكون انديوسد او ارتفيشال. طب ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاكتف انا بنشط المناعه، نيوترال زي الكومن بارد بقى زي الحاجات الانفكشن انت بتاخدها بالطبيعيه، إيه جالك مرض بطنك وجالت لك جاي لك بويزنس اي حاجه تخش عندك طبيعيه وبتعمل لك تنشيط للمناعه دي بتبقى ناتشرال اكتف اميونيتي او اكوايرد اميونيتي. ده عباره عن ايه؟ بيقول لك الهوست ذات نفسه هو بقى اللي بيكون انتي بودي وكون لك الاميون ريسبونسبل سيل وكل الحوارات ديت ماشي. طب لو انديوزد ارتفيشال يعني ايه؟ يعني بالصراحه النبي عليه الصلاه والسلام انا اديتك حاجه مثلا مش بكتيريا او حاجه البكتيريا بتاعتها البكتيريا سايدر بتاعها او اللي هي البروباتس بتاعت الباثوجينيك قليله شويه مضاعفها بحيث ان انا اخلي الجهاز المناعي ينشط ويكوني هو الايه الريسبونس وهكذا. زي مين؟ زي الفاكسيشنز. الفاكسيشنز او الفاكسينز اللي هي اللقاح، ده بالصراحه النبي عليه الصلاه والسلام عباره عن توكسو زي ما احنا اتفقنا اللي جاي من جرام بوزيتيف او جاي سوري من اكس توكسين زي ما احنا اتفقنا في اول محاضره خالص. طيب الصوت النبي عليه السلام ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاجه ويك شويه بعملها انجكشن في الجسم بتاعي بحيث ان الجسم يعتبره كانك جالك دور برد او كده، فيعمل لك بقى ريسبونس ويبدا يعمل لك اميون ستيميوليشن وياخد ميموري سيل، فلما الدواء المرض دوت يجي لك تاني ما يقدر عليه وما ياخدش وقت عندي وما يدكش ايه انفورميشن ولا اي عرض. جميل جدا، دي كده فهمناها. طب ايه بقى الباسيف بقى؟ الباسيف ده زي فكره بالظبط انت وانت قاعد في الشقه بتاعتك، لو انت تخيل كده لو انت واحد مغترب او واحد قاعد عند مامته، لو انت خليهم مثلا انت ناس مغتربه، ناس مغتربه بتبقى عامله ايه؟ بتبقى معتمده على نفسها فبتبقى اكتف بتبقى نشيطه بقى تعمل الاكل لنفسها تغسل مواعين نفسها وهكذا. الناس بقى اللي قاعده عند ماما ومدلعه وانتخه دي بقى بالصوت انا بفهم بتعمل ايه؟ دي ماما اللي بتشتغل، هي قاعده انتخه بتاكل على الجهاز. نفس الفكره بالظبط، انا بعمل ستيميوليشن للاميونيتي بتاعتي بس انا اللي بحط لها الحاجه جاهزه على طول، بجيب لك الاكل جاهز، بجيب لك كل حاجه جاهزه، فبجيب لك الانتي بودي جاهز على طول، مش بعمل لك بقى ميموري سيل ما بعملكش اي حاجه. الانتي بودي دوت ممكن يطلع نيتشرال او ممكن يطلع لي انديوز. طب بالظبط نفس انديوز او ارتفيشال بيولوجيك كده هعمل انجكشن على طول للانتي بودي عن طريق السيروم، السيروم ده انتي بودي سيرف. طيب النيترال ازاي؟ قال لي عن طريق الام اللي بتكون حامل بيبقى عندها البلاسينتا الاي جي جي الوحيد اللي بيقدر يعمل كروس للايه للترانس البلاسينتا ويروح للبيبي إيه للبيبي بتاع عشان البيبي لسه ما بيكونش بقى مكون خلايا وكده، فالانتي بودي بيعدي على طول كروس زي البلاسينتا ويبدا يعمل لي بالصوت مثلا بيكون عندك انتي بودي ويقدر يديلك على اي انفكشن عندك. وعندي حاجه اسمها الكونوستريا.
يبقى ده الكومبارز ما بين الاثنين بالسرطان نفسها من الاكتيف ديت نو انتيجين ديو تو انتيجين ستيميليشن دي ديو تو انتي بودي ادمنستريشن. انا ماما جابت لك الاكل جاهز اما دي انت اللي طبخت الاكل بنفسك. دي ريزيستنس اي بيلد افتر لونج بيريد. ليه؟ لان انت بتقعد بقى تطبخ وتاخد وقت كبير جدا اما ماما بتجيب لك الاكل ما بتاخدش غير 5 دقايق. يبقى ريزيستنس ايميديتلي على طول مجرد ما يحصل لك انفكشن على طول على طول بسرعه. طبعا دي بتقعد مده كبيره. ليه؟ لان انت مثلا تعبت في الاكل فتبدا بقى تشيل تقعد براحه وتاكل باستلذاذ ومش عارفه ايه وكده. اما ماما تحط لك الاكل تلاقيك كلت ونسفت الطبق على طول بسرعه لانك انت مش حاسس باي حاجه. فدي بتبقى شورت ديوشن. يوز ذا از فور بروف فلايزس او فلاكسس. يعني ايه بالظبط؟ مثلا بروف فلاكسس يعني تعمل لك بريفنشن تعمل لك الوقايه بمعنى اصح الوقايه تعمل لك الوقايه. اما دي تريتمنت وايه وبروف فلاكسس عشان تعمل لك برضه وقايه وعلاج العلاج والوقايه. طب ليه دي بتبقى علاج؟ عشان بالظبط مثلا انت حاطط له انتي بودي جاهز انت على طول عملت ايه انتي بودي تخش على طول للحرب. اما ده لسه هتكون ومش عارفه ايه ولازم تعمل ميموري سيل ولما تيجي المره الجايه تعمل حوارات. فدي بتبقى وقايه بس. يبقى بالصوت انا بنفسهم تاني الايمونايزيشن. يعني الايمونايزيشن يا اما يكون ارتفيشال. دي بقى لها علاقه بارتفيشال باسيف. ارتفيشال يعني مصنع زي سمين زي السيروم. باسيف يعني عملت انجكشن على طول للسيروم او الانتي بودي. طب ارتفيشال انتي اكتيف ايمونوجينز او ليه علاقه بالسطر نفسها زي الفاكسيشنز. هعمل لك كومباز من بينهم هم دلوقتي الاثنين. الفاكسيشن زي ايه؟ الفاكسيشن بتحط ممكن حاجه لايف فاكسينز حاجه بكتيريا حيه ممكن كيلد ممكن توكسويد ممكن تبقى حاجات جينيتك انجينيرنج ممكن تكون بكتيريا كومبوننت تجيب ايه كومبوننت من البكتيريا وتحطها عندي. اما الباسيف دي لها علاقه بالانتي جين الانتي بودي بالصوت نفسها. ممكن تحط اميونوجلوبين اي بقى اي جي او ام او ايا كان ممكن تحطي انتي توكسين حاجه تموت تكون انتي توكسين وهكذا. دي بالصوت نفسها بتبقى بولد نورمال بتحط انتي جين على طول انتي بودي سوري. اما ممكن تحط سبيسيفيك انتي جين. يعني بالصوت نفسها انت سواء هتعمل بولدد يعني بولدد مجمعة يعني ايه يعني ممكن تجيب اي جي جي اي جي ام اي جي اي كلهم على بعض كده ميكس او ممكن تحط سبيسيفيك انتيجين انتي بودي سوري بالصوت نفسها. يعني تحط مثلا عايز اعمل انجكشن لاي جي اي بس ماشي مش عايز اعمل اي جي اي اي جي جي او اي جي ام لا انا عايز حاجه واحده سبيسيفيك عندي. وده جاب لك الريسبونس بتاعك سواء انت بتستخدم فاكسينز سواء سكند دوز وهكذا. دونت جيف لاين فاكسينز لايف فاكسين ما تنفعش تدي لايف فاكسين. يعني ايه ما ينفعش تديك بكتيريا حيه؟ لان كده انت لو واحد عنده اميون ديفنس عنده اميون ديفيشنسي بيشنس يعني لو حد عنده نقص مناعه ما ينفعش اقوم عامله له فاكسينز قوي وبكتيريا كده على طول حيه ده ممكن تموته ويروح ايه فيها خلاص. طيب الصلاه والنبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده هنقف لحد النهارده باذن الرحمن المحاضره ديت. خلصنا جزء من المحاضره ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنتكلم على فيديو بتاع السيل بتاعه الخلايا الاميون والحاجات ديت وازاي بتتكون. والمحاضرتين الاخرانيين هيكونوا باذن الرحمن على الهيمورال اميونيتي وال الله صل عليك نبي السلام واسمها ايه ديت الهيمورال والسيل ميديت اميونيتي باذن الرحمن. اتمنى ما تنسوناش من صالح دعواتكم. محتاجه حاجه اكتب لنا تحت في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.